في عندي كمان بالبيرفورمانس الأداء الجيد بالجافا سكريبت، شلون بتخلي السرعة أكثر بالجافا سكريبت كود، قلل النشاط باللوبس. يعني هون اللوب هي غالبا بتستخدم بالبرمجة، كل حالة باللوب تحتوي على فور ستيتمنت تتنفذ عن طريق فور ايتش اتريشن كل لفة من اللوب. الستيتمنتس والاساينمنتس كمان او الاساينمنتس يلي بتقدر تحط لها خارج اللوب راح تعمل لك تشتغل اسرع. يعني هون مثلا لو قلت له هون الفار الاي بس الاري لينث داخل هون سيء هذا الشيء، فلذلك بطلع الاري لينث لبرا الفور لوب، هذا الشيء بيسرع الكود. كمان عندي باد كود اكسس ذا لينث بروبرتي اوف ان اري ايتش تايم ذا لوب از اتريتد، يعني كل مره بيعمل لوب على اللوب بيوصل لي للينث بروبرتي، بينما لو طلعتها لبرا هون يوفر لي افضل للينث بروبرتي خارج اللوب وبيعمل لي اللوب تشتغل اسرع. كمان تقليل الدوم اكسس اكسسنج اتش تي ام ال دوم هو بطيء جدا بالمقارنه مع الجافا سكريبت ستيتمنتس. اذا بدك تتوقع انك توصل للدوم اليمنت عنصر الدوم اكثر من مره، وصل له مره واستخدم اللوكال فاريبل. يعني هو مثلا الفاريبل اوبجكت دوكيومنت اليمنت باي اي دي و انر اتش تي ام ال هلو، قلل الدوم سايز كمان، خلي عدد العناصر بالاتش تي ام ال دوم سمول قليل. هذا الشيء دائما بحسن لك تحميل الصفحه و بيسرع لك من الريندرينج للعرض الصفحه، خاصه بالاجهزه الاصغر. كل محاوله للبحث بالدوم مثل get element by tag name راح لها يكون فوائد من سمولر دوم. تجنب المتغيرات الغير ضروريه، لا تنشئ متغيرات جديدة إذا ما بدك يعني توفر لك متغيرات أو قيم. غالبا أنت بتقدر تستبدل الكود مثل هاد بهاد. يعني مثلا عندي هون الفول نيم فيرست نيم ولاست نيم دوكيومنت اي دي فول نيم، تقدر تستبدله بانر اتش تي ام ال فيرست نيم ولاست نيم، يعني بدون الفول نيم هذا الفار كله هاد بدونه مباشرة نحط لي الفيرست نيم ولاست نيم بالطباعة. كمان تأخير الجافا سكريبت لودينج تحميل الجافا سكريبت، وضع السكريبت تبعك بنهاية الصفحة البودي تبع الصفحة بيخلي المتصفح يحمل الصفحة أولا. هذا الشيء خلال السكريبت تحميل السكريبت المتصفح ما راح يبدأ أي تحميلات، بالإضافة لأنه بيعمل كل البارسنج والرندرنج، نشاطات البارسنج والرندرنج ربما تكون بلوكت موقفة. الـ HTTP تحديد الـ HTTP بيعرف لك بالمتصفح اللي أنه ما راح يحمل أكثر من عنصرين بالبرلل بالتوازي. البدائل أنك تستخدم defer true السكريبت تاج مشان تعرف الاتربيوت هذا السكريبت، ممكن يتنفذ بعد البيج انها تنتهي بارسينج، لكن فقط العمل بسكريبتات خارجية. اذا كان ممكن انت بتستطيع انك تضيف سكريبت للصفحة عن طريق الكود بعد ما الصفحة تتحمل. إذا هذا المثال بيعرض الموضوع. كمان تجنب استخدام الوذ،
تجنب استخدام الوذ. كلمة وذ كيورد لها تأثير سلبي على السرعة. أيضا كلاترز أب الجافا سكريبت سكوبس بتقاطع السكوبس تبع الجافا سكريبت، يعني اللي هن اللوكال والجلوبال. كلمة with هي مش مسموحة كمان بالستريكت مود. إذن هاي كان الأداء أو زيادة الأداء سرعة الجافا سكريبت كود.